نهار اليوم خيرنا موضوع جد مهم وهو الصم البكم. هذا الصم البكم هذا جاته رسالة فيها جوج توام. راح نشوفوا الرياكسيون تاع الشعب الجزائري كيفاش يفهم هذه الرسالة من هذا الصم البكم اللي ما يسمع ما يتكلم. بلا ما نطولوا عليكم، تابعوا معنا. جماعة الخير الله يجازيكم، سمحوا لي برك، الله يحفظك. معليش بك دقيقة برك. الله ينورك سيد، نفهم ولا الله محمد رسول الله ما فهمنيش. بعثوا له درك ميساج قال لك خويا العزيز اللي راك تقرا في الميساج هذايا اللي معاك ما يسمعش وما يهضرش. فهم الله يجازيك باللي زادوا عنده زوج بنات، درك قول له يجي حالا لعيادة الكواكب بير خادم. فهموه يا ناس. كيفاش راح تقدر تفهم إنسان من فئة الصم والبكم بالخبر اللي جاء في الهاتف؟ ربي رزقه توأم وتكون أنت السبب أنك تبشره به. هاك 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 فهمك انت يا سبحان الله، وانا مصباح نغنجق لك ما تفهمنيش. ما راه فهمتها انا مصباح. آيا بالبركه عليك، بالبركه عليك. طمينا. جميل لما تبشر الغير بالخير، وهذا هو الجزائري يفرح كي يفرح خوه. والله صعيبة لما تسمع الخبر اللي فرحك ومن بعد الخبر اللي بكيك. الموت ما منها مهروب، بصح شكون اللي يقدر يواجهك بالمكتوب؟ الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيني كواكب معكم أبي الخادم. هذاك عبد الرحمن يهدر. يزادوا عنده توام، مرته توفات. كيفاش؟ مرته توفات. فهموا خويا باش يجي يديروا إجراءات الدفن تعيش. ولادو راهم لاباس بيهم. السلام عليكم. صح. لكن في لحظة شكون راح يكون عنده الجرأة والقدرة باش يخبروا موت زوجته كيما فرحتوه؟ عاد شنو نقول لك؟ واش خاصو فهمني؟ واش قالوا لك؟ ولادو ماتوا مش عارف كيفاش؟ وكا عيطت قالت له ماتوا قالوا الله أكبر. قلت لك حطوهم تاع الاكسجين ومش عارف. اسمح لي حبيبي الله لحقها له انت يا حبيبي الله يجازيك. ما نقدر والله ما نقدرش. ايه لحقها له الله يجازيك يا الله. ما نقدر. عيطوا لك. قالولك ماتوا. زوج فهموا ماتوا. بس حاجة جازيك يا والله غالي يا حبيبي. غير ما نقدرش يا اخي. الله ما نقدر. الله يرحمهم توفاو. الرحمة شي كبير، ولما تكون في مكان رح يتغير كل شي حزين. والله صعيبة علينا لو كنا في مكانه تفرح إنسان من بعد بخبر الموت لزموك.
معليش 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 كيما عرفتك ربي دوكا بارك الله فيك هذه معليش مرة مرة جاي ان شاء الله فهمتوا فهمتوا ها معليش راك تشارك معنا في تجربة اجتماعية رمضان يعطيك الصحة اجتماعية يا خويا لا لا يا خويا لا بصباح نحب نهضر معاكم ما قدرتش وليت نهضر الحمد لله الحمد لله يا ربي هاوليك انا يقول لهم يعطيكم الصحة لا يعطيكم الصحة بارك الله فيك خلاص فيو 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 ايا قول له باللي تجربة اجتماعية رمضان يعطيك الصحة بارك الله فيك يعطيك الصحة العزيز دموع دموع بارك الله فيك يعطيك الصحة مع عاملي كاميرا لا يا خو دموع دموع شوف شوف دموع في عيني الله يحفظك التضامن والحنانة هما شي يمنا من زمان ومن سنين عاش بلا والدين مسكين يعطيكم الصحة تجربة اجتماعية بك رمضان يعطيك الصحة يعطيك الصحة يطرق بالك بجميع ما لقيت كيف نقول هالو عاملك منا شوفي منا هذه هي تجربتنا وهذه هما طباع الجزائريين